بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المحاضرة إن شاء الله نأخذ integrating factor، العامل التكاملي أو عامل التكميل. طبعا تستخدم عامل التكميل لتحويل المعادلة التفاضلية من غير تامة إلى معادلة تفاضلية تامة. Sometimes the differential equations of order 1 mxy dx plus nxy dy equal to 0 is not exact. In other words, partial m with respect to y is not equal to partial n with respect to x. So we can transform the above non-exact differential equation into exact differential equation by multiplying both sides of the equation by a suitable function mu xy, naming integrating factor. في بعض الأحيان تكون المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى غير تامة، ولكن باستطاعتنا تحويلها إلى معادلة تفاضلية تامة، وذلك بإيجاد العامل التكاملي الـ integrating factor، ومن ثم ضرب العامل التكاملي بطرفي المعادلة التفاضلية وتحويلها إلى معادلة تفاضلية تامة. إذا كانت mu xy هي العامل التكاملي، إذن بضرب الميو اكس واي بطرفي المعادلة من الرتبة الأولى mxy dx plus nxy dy تساوي صفر، تصبح بالشكل التالي: And then the differential equation transform into the exact differential equation and the conditions of that is، أي بعد ضرب المعادلة التفاضلية بميو اكس واي تتحول المعادلة التفاضلية من غير تامة إلى معادلة تفاضلية تامة، وشرط ذلك هو partial بالنسبة للy mu m تساوينا partial بالنسبة للx mu للn. نجي نشتق الطرف الأيسر اللي هو المشتقة بالنسبة للy. لو نلاحظ هنا عندنا mu m، كل من mu وكذلك m هي دوال بx y، أي أن الميو هي mu x y وكذلك الm هي mx y، لذلك من نشتقها بالنسبة للy تكون على شكل حاصل ضرب دالتين. راح تصير الأول الميو في مشتقة الثاني بالنسبة للy، راح تصير partial m بالنسبة للy زائدا الثاني الm في مشتقة الأول اللي هو ميو بالنسبة للy، أي partial ميو بالنسبة للy. أما الطرف الأيمن نشتقها بالنسبة للx، راح تصير الأول ميو في مشتقة الثاني بالنسبة للx partial n على x زائدا الثاني اللي هو n في مشتقة الأول بالنسبة للx، أي partial ميو بالنسبة للx. نحاول نجمع الحدود المتشابهة. أول مرة الميو partial n على x، هذا نحوله للطرف الأيسر راح يصير ناقص ميو partial n على x، نسحب الميو عامل مشترك نحصل على هذا الجزء. أما من الطرف الأيمن عندنا هنا يبقى ال n partial ميو بالنسبة للx، والحد الثاني من الطرف الأيسر نحوله للطرف الأيمن راح يصير سالب m partial ميو بالنسبة للy. هذه نسميها معادلة رقم 15، هذه كلش ضرورية حتى نوجد فيها الحالات الخاصة بالعامل التكاملي أو الـ integrating factor. Some cases of the integrating factor، راح نجي ناخذ بعض الحالات لإيجاد العامل التكاملي. احنا هنا ناخذ ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت الميو اكس واي اللي فرضناها بالبداية اللي هي دالة بإكس واي تساوي سي، بما أن الميو اكس واي هي دالة ثابتة لذلك عند اشتقاقها بالنسبة للواي وكذلك بالنسبة للإكس تساوي صفر. هسا نجي نعوض البارشال ميو بالنسبة للواي وكذلك بارشال ميو بالنسبة للإكس اثنيناتها بالمعادلة 15. هذا partial ميو بالنسبة للx وكذلك هذا partial ميو بالنسبة للy اثنيناتهم صفر، من أعوضه راح يصير صفر ناقص صفر، إذا الطرف الأيمن كله راح يصير صفر، راح يبقى عندي هذا الجزء الأيسر يساوي لي صفر اللي هو هذا ميو مضروبة في partial m بالنسبة للy ناقص partial m بالنسبة للx اللي هو هذا يساوي لنا الصفر من الطرف الأيمن. أجي أقسم الطرفين على ميو أتخلص من الميو، يبقى عندي هذا الموجود داخل القوس، أحول الحد الثاني للطرف الأيمن راح يصير موجب وأحصل على partial m بالنسبة للy تساوي لي partial m بالنسبة للx. هذا معناته شنو؟ يعني المعادلة التفاضلية أصبحت تامة، exact differential equation. And we can say that if the differential equation is exact then any constant is an integrating factor. إذا كانت المعادلة التفاضلية تامة إذن أي دالة ثابتة
تعتبر عامل تكميل للمعادلة التفاضلية. ثانيا إذا كانت الميو إكس واي تساوي لنا ميو إكس فقط or we can say that the function depending on the variable x, نستطيع أن نقول بأن الميو إكس واي هي دالة فقط بدلالة الإكس تعتمد على إكس فقط. In this case في هذه الحالة من أجي أشتق الميو هذا بالنسبة للإكس ينطيني نفسه لأنه بدلالة الإكس، ولكن من أشتق الميو بالنسبة للواي ما بواي راح ينطيني صفر. نرجع نعوض عن البارشيال ميو بالنسبة للإكس وكذلك البارشيال ميو بالنسبة للواي اثنيناتها بالمعادلة رقم 15 هنا. بالنسبة للإكس تساوي نفسها تبقى، ولكن بالنسبة للواي صفر، إذا هذا كله راح يروح. يبقى عندنا فقط الحد الأول بالطرف الأيمن، زين، وهذا كله بالطرف الأيسر يبقى. بعدين أجي شو أسوي؟ أقسم طرفي المعادلة على ميو وكذلك على n. ليش؟ لأن حتى أجيب الميو يم البارشال ميو بالنسبة للإكس وهذا الان أجيبه هنا، إذا راح يصير هنا واحد على n كابيتال والقوس يبقى، ومن الطرف الأيمن راح يصير واحد على ميو بارشال ميو بالنسبة للإكس. إذا هذه هي المعادلة التفاضلية، أي بعد ما عوضنا على البارشال ميو بالنسبة للإكس وكذلك بالنسبة للواي وبعدين نتيجتها قسمنا على ميو مضروبة في n كابيتال نحصل على هذه المعادلة. راح أجي أفرض الطرف الأيمن كل هذا يساوي لي fx، أنزل الطرف الأيسر اللي هو واحد على ميو بارشال ميو بالنسبة للإكس وقلنا هذا نعوض عنه بfx. إذا نجي نضرب طرفي المعادلة التفاضلية في partial x، هنا راح يصير dx لأنه الf دالة بدلالة الx. بعد ما أخذنا تكامل الطرفين، تكامل الطرف الأيسر هو ln ميو تساوي الطرف الأيمن تكامل fx dx. احنا نريد الميو، إذا نأخذ exponential للطرفين راح نحصل على الميو تساوي إيوس تكامل fx dx. هذه في حالة إذا كانت الميو إكس واي تساوي لنا ميو للإكس فقط، أي بدلالة الإكس فقط، فأن العامل التكاملي الميو تساوي لنا إيوس تكامل fx dx. أما إذا كانت الميو إكس واي تساوي لنا ميو للواي فقط، أي تعتمد على المتغير واي فقط، في هذه الحالة من اشتق الميو بالنسبة للإكس راح تساوي صفر، أما بالنسبة للواي تساوي نفسها. نجيب اثنيناتهم ونعوضهم في المعادلة رقم 15 نحصل على هذه المعادلة. إذا نجي نقسم طرفي المعادلة على سالب ميو مضروبة في إم كابيتال، هذا الإم راح يجي بصف هذا القوس راح يصير سالب واحد على إم كابيتال، ومن نقسم على ميو أيضا يجي بصف البارشال ميو بالنسبة للواي راح يصير بهذا الشكل. أجي أفرض الطرف الأيمن هذا كله تساوي لي إف للواي، إذا راح يصير عندي واحد على ميو بارشال ميو بالنسبة للواي تساوي لي إف إكس واي. أضرب طرفي المعادلة في partial y أحصل على هذه المعادلة التفاضلية، منها راح يبقى عندي partial mu بالنسبة للy ومن الطرف الأيمن f للy مضروبة في dy تحولت إلى d لأن f دالة بدلالة الy. بعد ذلك أجي أخذ تكامل لطرفي المعادلة التفاضلية بهذا الشكل ومن ثم أكامل الطرفين. تكامل الطرف الأيسر هو للميو، أما الطرف الأيمن فهو تكامل f للy dy. للتخلص من اللين نأخذ exponential للطرفين، راح يصير عندي من الطرف الأيسر ميو وكذلك من الطرف الأيمن راح يصير e أس تكامل f للy dy، أي أن إذا كانت الميو xy تساوي لي ميو للy فقط، أي بدلالة الy فقط، فأن العامل التكاملي ميو تساوي لي e أس تكامل f للy dy. هسه صارت عندنا ثلاث حالات للعامل التكاملي. الحالة الأولى عندما ميو اكس واي تساوي سي فقط، فان الميو من اشتقها بالنسبه للاكس وكذلك بالنسبه للواي اثنيناتها تساوي صفر. والحاله الثانيه اذا كانت الميو اكس واي تساوي ميو للاكس فقط، اي بدلاله الاكس فقط، فان العامل التكاملي ميو تساوي الاي اس تكامل اف اكس دي اكس. الحاله الثالثه اذا كانت الميو اكس واي تساوي لي ميو للواي فقط، اي بدلاله الواي فقط، فان العامل التكاملي ميو تساوي لي اس تكامل اف للواي دي واي. إذا هذه هي حالات إيجاد العامل التكاملي بالنسبة للمعادلة التفاضلية. نجي نأخذ مثال على كيفية إيجاد العامل التكاملي وتحويل المعادلة التفاضلية من غير تامة إلى تامة، كون العامل التكاملي يقوم بتغيير المعادلة التفاضلية من غير تامة إلى معادلة تفاضلية تامة. عندنا المعادلة التفاضلية سالب y dx زائد x dy تساوي صفر. لو تقارن هذه المعادلة التفاضلية هي شبيهة بالصيغة mxy dx زائدا nxy dy وتساوي صفر. راح أجي أشتق الm اللي هو معامل dx بالنسبة للy، فpartial m بالنسبة للy تساوي سالب واحد، وكذلك أجيب الn اللي هو معامل dy واشتقه بالنسبة للx
أي أن partial m بالنسبة للx تساوي 1. من الواضح أنه partial m بالنسبة للy لا تساوي لـ partial m بالنسبة للx، لذلك المعادلة التفاضلية غير تامة، not exact. إذن راح أجي أحولها إلى exact. كيف أحولها إلى exact؟ وذلك باستخدام العامل التكاملي الـ integrating factor. راح أجي أستخدم الحالة الثانية اللي هي بدلالة الx، الـ fx تساوي لـ 1 على n capital مضروبة في partial m على y ناقص partial n على x، وراح أجي أعوض 1 على n، الـ n شي يساوي لي اللي هو معامل الـ dy اللي هو x، يعني 1 على x، وبعدين داخل القوس عندي partial m بالنسبة للـ y تساوي شقد؟ سالب 1 ناقص، و partial m بالنسبة للـ x شقد؟ 1، أنزلها. إذن داخل القوس راح يصير سالب 2، نضربه في البسط راح يصير سالب 2 على x. هذا هو الـ fx، وين عوضه؟ بقانون الميو اللي هو الميو تساوي نيوس تكامل fx dx. إذن إجينا عوضنا بقانون الميو تساوي نيوس تكامل fx dx عن الـ fx بسالب 2 على x، ونجي نكامل حتى نحصل على الميو. هذا السالب 2 ثابت يطلع خارج التكامل لأن احنا نكامل بالنسبة للx، إذن سالب 2 هو ثابت يطلع خارج التكامل، وتكامل 1 على x هو لن x. من خواص اللن هذا السالب 2 يرجع للأس، راح يصير عندي اي اس لن x سالب 2. الاكسبوننشال واللن تختصر تبقى عندنا x سالب 2، يعني 1 على x تربيع. زين، بعد ما وجدت الميو شو اسوي؟ ارجع اضرب الميو في طرفي المعادلة التفاضلية. لو تلاحظون الميو هنا طلعت دالة بدلالة الx الحالة الثانية، اذا اجيب هذا الميو اللي هو 1 على x تربيع واضربه في طرفي المعادلة المعطاة، راح احصل على سالب y على x تربيع dx زائدا 1 على x dy تساوي 0. هاي بعد ما ضربت المعادلة الأصلية في 1 على x تربيع اللي هو هذا x سالب 2 يساوي لي 1 على x تربيع. بعد ما ضربت العامل التكاملي بطرفي المعادلة التفاضلية المعطاة، أرجع أعيد العملية، هم أقوم باشتقاق الـ n بالنسبة للـ y وكذلك باشتقاق الـ n بالنسبة للـ x، لذلك partial n بالنسبة للـ y اللي هو هذا يساوي لي سالب 1 على x تربيع، أما partial n بالنسبة للx تساوي لي سالب 1 على x تربيع. لو تلاحظ partial n بالنسبة للy وكذلك partial n بالنسبة للx اثنيناتها تساوي سالب 1 على x تربيع، إذن متساويان. هذا يدل على أنه المعادلة التفاضلية هي معادلة تفاضلية تامة، أي أن هذا العامل التكاملي حولت لنا المعادلة التفاضلية من غير تامة إلى معادلة تفاضلية تامة. ومن تكون المعادلة التفاضلية معادلة تامة، مباشرة نرجع نحلها حسب خطوات المعادلة التفاضلية التامة الـ exact differential equation. راح أجي أخذ partial u بالنسبة للـ x تساوي mxy، الـ mxy هو معامل الـ dx، أنزله وأجي أكامل الطرفين بالنسبة للـ x، أضيف ثابت تكامل بالنسبة للـ y على شكل دالة، راح يصير عندي منها الـ u تساوي y على x زائدا phi للـ y. زين، هسا هذا هو الحل مالي، ولكن لازم شو اسوي؟ لازم اجد قيمة الفايل الواي الثابت. شو اسوي لازم؟ قلنا حسب هذا المتغير يجب ان نشتق الطرفين، اي يجب اشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير واي. هسا نجي نشتق الطرفين بالنسبة للمتغير واي. من الطرف الايسر راح يصير عندنا partial u بالنسبة للواي تساوي، ومن الطرف الايمن الحد الاول راح يصير 1 على x زائدا الفاي للواي، من اشتقه بالنسبة للواي راح يصير فاي برايم للواي. بعدين اجي اعوض عن البارشيال يو بالنسبة للواي اللي تساوي لي الان اكس واي اللي هو الواحد على اكس معامل الدي واي، اجي اعوض عن البارشيال يو بالنسبة للواي بالواحد على اكس، ونزل الطرف الايمن. الواحد على اكس هذا حوله للطرف الثاني واختزله، يصير عندي فاي برايم للواي تساوي لي صفر، واني اريد الفاي للواي اذا لازم اتخلص من البرايم، وذلك بتكامل الطرفين بالنسبة للمتغير واي. من الطرف الأيمن عندي تكامل الصفر صفر زائدا ثابت التكامل C، أرجع أعوض عن قيمة الفايل الواي تساوي C باليو، راح أصير عندي الحل اليو تساوي Y على X زائدا C، وهو حل المعادلة التفاضلية. مثال آخر، solve the differential equation dy على dx ناقص 2xy زائدا X تساوي صفر. يقول حل المعادلة التفاضلية، أول مرة نعزل الدي واي عن الدي إكس، نضرب طرفي المعادلة في دي إكس، ومن ثم نرتب المعادلة التفاضلية، نخلي الموجب بالبداية، راح يصير عندنا x ناقص 2xy مضروبة في dx زائدا dy تساوي الصفر. هذا هو الـ m وهذا هو الـ n. الـ m هو معامل الـ dx، والـ n اللي هو هنا واحد معامل الـ dy. أشتق الـ m جزئيا بالنسبة للـ y تساوي لي سالب 2x،
وكذلك اشتق الان جزئيا بالنسبة للاكس تساوي لي صفر. من الواضح انه partial n بالنسبة للواي لا تساوي لي partial n على x، اي ان المعادلة التفاضلية غير تامة، not exact. كيف احولها الى معادلة تفاضلية تامة؟ وذلك بإيجاد العامل التكاملي ومن ثم ضربها في طرفي المعادلة، تتحول إلى معادلة تفاضلية تامة، ومن ثم نحلها حسب خطوات exact differential equation. راح أجي أحلها حسب الحالة الثانية اللي هي بدلالة الـ x. الـ fx تساوي لي 1 على n مضروبة في partial n بالنسبة للـ y ناقص partial n بالنسبة للـ x. أعوض عن الـ n اللي هي معامل الـ dy 1، راح يصير 1 على 1. وداخل القوس من اشتقيت الـ m بالنسبة للـ y طلعت لي سالب 2x، ناقص من اشتقيت الـ m بالنسبة للـ x إيش قد طلعت؟ صفر، إذا ناقص صفر. انبسط هذا راح يطلع سالب 2x، هذا هو الـ fx. أروح أعوض الـ fx بقانون الميو اللي هي دالة بدلالة الـ x. الميو تساوي لي إيوس تكامل fx dx، الـ fx هي سالب 2x، أكامل وأحصل على إيوس سالب x تربيع. إذا هذا الميو هو العامل التكاملي. حاول أنت تكمل الحل، أخذ الميو وضربه بطرفي المعادلة التفاضلية المعطاة، ومن ثم مرت الثانية عيد العملية، أوجد البارشال إن بالنسبة للواي وكذلك البارشال إن بالنسبة للإكس، راح تطلع متساوية أي تامة، ومن ثم حلها بطريقة الإكزاكت ديفرينشال إكويشن. إكزامبل آخر، find the integrating factor for the differential equation، جد العامل التكاملي للمعادلة التفاضلية. 2xy dx زائداً y تربيع زائدا 3x تربيع dy تساوي صفر. هذه معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى. نجي بداية راح نشتق الـ m جزئيا بالنسبة للـ y تطلع 2x، وكذلك نشتق الـ n جزئيا بالنسبة للـ x تطلع 6x. من الواضح 2x لا تساوي 6x، إذا الـ partial m بالنسبة للـ y لا تساوي لـ partial n بالنسبة للـ x، أي معادلة تفاضلية غير تامة، not exact. أحولها إلى تامة وذلك باستخدام العامل التكاملي. كيف نوجدها؟ عندنا ثلاث حالات، احنا اكثر شيء نستخدم الحالة الثانية والثالثة. بكيفك تستخدم الثاني الثالث نفس الشيء. اذا استخدمت الثاني واحد راح تطلع دالة بدلالة الاكس، وتستخدم الميو تساوي تكامل fx dx، واذا استخدمت الحالة الثالثة راح تطلع دالة بدلالة الواي، لذلك الميو تساوي ان اي تكامل f للواي دي واي. انت حر اي واحد تستخدمه عادي. هنا راح نستخدم الثالث واحد، الاف للواي تساوي لقانونها سالب 1 على m مضروبة في partial m بالنسبة للy ناقص partial m بالنسبة للx. أجي أعوض عن قيمة الm، الm هو معامل dx اللي هو 2xy، أنزله هنا وداخل القوس من اشتقيت الm بالنسبة للy شقد طلع 2x، ناقص الn من اشتقيته بالنسبة للx شقد طلع 6x، أنزله داخل القوس عندي 2x ناقص 6x يعني سالب 4x. أختصره مع المقام راح يصير 2 على y. لو تلاحظ بأنه الاف للواي هي دالة بدلالة الواي، يعني اجي استخدم الميو تساوي لي اي اس تكامل اف للواي دي واي. اعوض عن الاف للواي باثنين على واي، الاثنين هذا نطلع خارج التكامل لان التكامل بدلالة الواي، وراح يصير عندي تكامل واحد على واي دي واي هو لن الواي، راح يصير اي اس اثنين لن الواي. من خواص اللن هذا الاثنين الرجعة للاس فوق الواي، راح يصير عندي بهذا الشكل. الاكسبونينشال واللن اختزلهم، راح يبقى عندي واي تربيع. إذا الميو طلعت الدالة بدلالة الواي. أنت حاول أيضا تكمل هذا الحل لأنه سهل جدا، أخذ هذا الواي تربيع اللي هو العامل التكاملي واضربه بطرفي المعادلة المعطاة بالسؤال، ومرة ثانية أوجد البارشال إن بالنسبة للواي وكذلك بارشال إن بالنسبة للإكس، راح تطلع متساوية. من تطلع متساوية روح حلها بطريقة حل المعادلات التفاضلية التامة اللي هي exact differential equations. exercises تمارين، find the integrating factor for each differential equations then find the general solution. يقول جد العامل التكاملي للمعادلات التفاضلية أدنى، ومن ثم جد الحل العام. عندك هنا خمس معادلات تفاضلية، اختبرها راح تطلع معادلات تفاضلية غير تامة. قم بإيجاد العامل التكاملي بأحد الطرق الثانية أو الثالثة، ومن ثم اضرب طرفي المعادلة التفاضلية بالعامل التكاملي اللي وجدتها، ومن ثم عيد العملية وحلها بطريقة exact differential equations. هنا إن شاء الله رح نتوقف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.